السلام عليكم اخواني اخواتي، معاكم اخوكم بطاري. قبل لا نبتدي اي موضوع سواء صحي، خلينا نتكلم عن حكمه. الحكمه هذه جدا مفيده وراح تفيدك بحياتك وبحياتك. شنو هي؟ ركز معي، اسمعها وحطها شعار عندك، ها، عشان لا تنساها. اذا حلو، مو بس اذا، لا راح اقول لك، اذا شغلت نفسك بالتوافه لا مكان للعظائم. العيد، اذا شغلت نفسك بالتوافه بشغلات تافهه لا مكان للعظائم. ماكو مكان حق اي فكره عظيمه او حق شيء عظيم، ما راح يكون مكان. شلون؟ الحين نفسر الموضوع ونناقش شويه، اوكي؟ لانه وايد مفيد. اعطيك ساعه ونبلش الموضوع. العقل عنده وايد افكار باليوم، وايد افكار تمر عليك، افكار زينه افكار شينه. نعتبر يعني، سوري على التشبيه ولكن كمثال، نعتبر هذا مخك. حلو، اهتميت حق شغلات تافهه، اوكي حطينا التافهه، يلا ركزت فيها كاهيه. اهتميت على واحد شويه ضايقك، اوه ماشي، كلها شغلات تافهه. شوف قاعد تملي شنو عقلك، كلها شغلات تافهه. اهتميت حق واحد غلطان عليك وحزت بخاطرك، شغلات تافهه. مليت. الحين مخك انترس بشغلات كلها تافهه، بعدين تيك فكره عظيمه. شوف، ما في مكان تدش الفكره العظيمه. ليش؟ لانك انت مليت مخك بالتوافه، عرفت شلون؟ ماكو مكان للعظائم. انزين بضاري، شو نسوي الحين؟ اقول لك، وايد تمر مواقف بحياتنا ما لها اي قيمه، ولكن احنا اللي نحط لها قيمه. خلنا ناخذ مثال. جت وحده مثلا مع زوجها، او واحد مع زوجته مثلا، زوجها قط عليها كلمة مثلا، يعني قال انت والله مو كفو. قامت حطت حق كلمة مو كفو قيمة. شلون يقول لي مو كفو؟ انا مو كفو؟ ماشي هذه، ها، مو كفو شيء تافه، حطت له قيمة. طوفي، قطيتي. بعد فترة قالت يلا زين، انت لو مو متزوجك احسن. اخذت الكلمة قطتها. بعد موقف قطتها. شنو راح تصير هذه البنت؟ كل مخه سلبي راح يكون 100%. ليش؟ لان كل الافكار اللي ملت مخه فيها كلها سلبيه. لما تيجي رفيجتها تقول لها ايش رايك نطلع، شيء طبيعي مو مزاج طلعه، لان فكرتها كلها سلبيه، راح تقول والله متضايقه، مالي خلق. زين ليش ما تبطلي لك مشروع؟ ما في مكان. فنفس ما ذكرت، لما تيجي رفيجتك تقول ليش ما تبطلين مشروع تغيرين؟ مخك مليء بالتوافه، لا مكان للعظائم. الفكره الجديده، الفكره اللي شوي راح تغير حياتك، راح تطور من نفسك، ما راح تدش. ليش؟ لان انت ماليه مخك بالتوافه. زين شنو نسوي؟ اخذي الموقف اللي جالك، شوفي يسوى ولا ما يسوى. والله العظيم ما يسوى. انت شوفي، يسوى انا اتضايق وافكر الليل على كلمه؟ الكلمه هذه تحرك كل مشاعري، والكورتيزول يرتفع، والكورتيزول اذا ارتفع يخلي الانسولين يرتفع، واذا الانسولين ارتفع هرموناتك كلها تتغير. تخيلي، يعني تخيلي انت مختربه هرموناتك عشان واحد او واحده قالت لك يلا طيري زين، خربت هرموناتك، خليتك تروحين مستشفى وتاخذين ادويه. فانت شلون تسمحين؟ من اليوم رايح قولي او قول انا ما راح اسمح حق اي شخص ياثر فيني. خلي يقول كلمة، كيفك، اسمع مني وطلع مني. زين، خلي أقول لكم قصة حلوة. الفائدة من القصة هذه نعزز الثقة فينا، وما نخلي أي كلمة تأثر فينا. والكلمة اللي تصير لنا أو الموقف اللي يصير لنا، إحنا نقيمه نشوفه يسوى ولا ما يسوى. أوكي، ثلاث أشخاص. حلو، ثلاث أشخاص ندعموا سيايرهم، يعني أنا ندعمت سيارتي وأنتي. حلو، ثلاثتنا. أول واحد محمد، شنو سوى لما دعموا سيارته؟ شاف الدعمة ما تسوى، قال حق الشخص يلا روح مع السلامة. محمد راح الجراج سوى سيارته وقاعد ببيتهم يصور فيديو ويضحك ويستانس، انتهت اموره. اني عندك انتي، ادعموا سيارتك، نزلتي عصبتي ونطرتي الدورية، هذا وقتك راح الحين. وبعدها رحت المخفر وقال لكم بعد ضابط المخفر يجي باكر، وباكر لازم الصبتين. والله ما يسوى الموضوع. انزين الثالث شنو سوى؟ الثالث لا يا وتهاوش معاه، الحين قامت تصير قضايا بيناتكم. شفتوا الثلاثة شنو صار فيهم؟ محمد مرتاح، شاف الحادث ما يسوى، باي. انت شنو صار وياك؟
كل يوم قايمة وكل يوم رايحة ويدقون على رفيجاتك وخوك، ها صار القضية، ها صار، ها سوى الدعم ولا ما سواها، مخك مشتت على شيء ما يسوى. الثالث شنو الحين؟ بياناتهم قضايا، قام وعصب وطق بوكس وسبه، صار سب وقذف وصار محاكم، ولازم كل يوم يقوم ولازم يشوف له محامي ويدفع حق المحامي. انتوا عرفتوا شلون؟ ان في مواقف يا جماعه ما تسوى نفسيتك، ما تسوى تعبك، حتى ما تسوى وقتك يا جماعه. عرفتوا شلون يا جماعه؟ انتوا قيموا الموقف، شوفوا يسوى ولا ما يسوى. والله العظيم اكثر المواقف اللي تمر بحياتنا والله ما تسوى، ولكن احنا نخليها تسوى. عرفت شلون يا جماعه؟ على طاري السياره، والله صار لي موقف ما انسى ما انسى. سمعوا سمعوا، مره كنت بالسياره قاعد مندمج بالتليفون واتساب ودز، كان الف على واحد لفه كذي حيل، ما ادري لفيت عليه الريال من كثر ما دقهرن هنا، هذا السكان صح، دقهرن ايده بغت تطلع برا سيارته، قالك ويجي يمي يجدم واشوف ايده تتحرك. انا شنو سويت شي يعني؟ ترى اللي لف عليك ترى يكسر الخاطر، يمكن في وشه مسوي لك شيء. انا كذي ابي اروح سويت ويا حسين، سويت ويا كل شيء، مو راضي. المهم لفيت كذي ولا شو مسوي شيء؟ عض لسانه يعني، تدري لو اوقف شنو راح يطلع قلبي من هنا، يقول لي شو يا جماعه؟ مو راضي يروح، مو راضي يروح، لحقني للحين طفنا يمكن 5 كسورة للحين، ما ايش اسوي له، ودي اسوي له اني انا مثلا مو صاحي شيء. ما ادري مو راير، قلت ويقول لي وقف وقف، لا مستحيل اوقف. من شفته سوى شيء نفس هذا الباكه الكراعين. والله ما وقف. المهم يا صابي كان نزل جامع شويه بس الجامع كان اسوي له كذي، قلت له شويه بس تعبت. قلت له سموحه بس كذي، سموحه بس. كان يقول لي على راسي دير بالك اوصلك. قلت له لا روح وين يوصل لي؟ عبالي اني رايح المستشفى، تخيل لحقني عند المستشفى وناطر التحاليل وياي. روح وراح. يا جماعه خلاصه الموضوع ونهايه الموضوع انه تصير بحياتنا مواقف وايد ما تسوى، تكفى لا تحط لها قيمه، لا تحط لها قيمه. يمكن انت او انت متعوده مخك وايد سلبي، وايد صارت مواقف بحياتك وخزنتيها، وايد مخك امتلى شغلات سلبيه، تبي تغيرين نفسك مره واحده؟ لا ما يصير. انا اقول لك يا اشكره ما يصير، حبه شنو تسوي؟ طلعي هذا. يعني شنو طلعي هذا؟ ردي على كل فكره تجي على بالك. مثلا عندك رفيجه بايقتك من قبل وليحين معور قلبك، ردي قاعدي بينك وبين نفسك، استرخي، سوي لك قهوه، سوي لك شاي اعشاب، وقولي خلاص مو مشكله، خل اسامحها، حطي عذر حقها، قولي يمكن خيره، يمكن ما تدري، يمكن مسكينه. حتى لو هي صج مو مسكينه وبايقتك، حطي لها عذر عشان نخلص من الفكره، نطلعها ويبي كل افكار، ورقعي لهم، انت رقعي لهم عشان تطلعينهم من مخك. عرفتي شلون؟ اخواني اخواتي، احذر من سراق الطاقات. شنو سراق الطاقات؟ في ناس بس تسرق الطاقه. يعني شنو؟ يعني انا مزاجي زين 100%، اي شخص يبوق طاقتي. شلون يبوق طاقتي؟ انا اقول لك، اي شخص مثلا يقوم يتحرش بهذا، يقطع على هذا، يقطع على هذا، يدور من الشخص اللي يستجيب له، يعني اللي ناقشه ويرادده، هذا اللي يبوق طاقته. يعني يجي الشخص هذا يغلط علي، انت محمد انت ما استجيب له، اقول له اوكي اوكي اوكي، او يمل محمد مو قاعد ياخذ يعطي معي، يروح يدور شخص ثاني، الشخص الثاني قام يرددون بعض، بس خلاص هذا الشخص السلبي ارتاح، قاعد يطلع الطاقه السلبيه اللي فيه على منو؟ على الشخص هذاك، والشخص هذاك كان مرتاح ما في شيء، والحين شنو صار فيه؟ اختربت طاقته. فدير بالكم يا جماعه من سراق الطاقات. ناخذ مثال صغير، ناخذ مثال وايد يصير مع المتزوجين. اي مثلا الرجل طاقته سلبيه، البنت مسكينه تعبانه وحالتها حاله، وتبي تربي عيالها ومسؤوليه عليها وكل الشغل البيت على راسه، هذاك طاقته سلبيه. هذاك يجي البيت، السلام عليكم، وين شاي؟ ايه الحين يجيب لك شاي، بس وين؟ ما في شاي، ما في، خلاص الحين يجيب لك، الحين يجيب لك، خلاص اوكي. حط الغداء، وين الجرجير؟ كان جرجير،
ليش وصخ؟ يقعد يناشب يناشب يناشب. شنو ينطر؟ ينطر تقولي له خلاص بس ليه متى انت كذي؟ انت كذي انت كذي عرفتي؟ لا تستجيبي له. اوكي سمعي طوفي تحملي لا تستجيبي له. والله راح يقعد كم دقيقة يسوي كذي بعدين يقول اوه ما منها فايدة، يروح الديوانية يروح يناشب احد ثاني ثالث رابع. لا تستجيبي له عرفتي شلون؟ اني عند الزوجة السلبية، عندها زوج فقير معاشه على قده، يا الله معاشه يشيل الاجار ومستلزمات البيت والماكله. حبيبي ابي جنطه ديور. يعني جنطه ديور اقل من معاشه؟ يعني استحي قبل لا تسالين هذاك شو يسوي في غير. يعني ما ودي اقولها والله انا مثلس بعد ما هذا معاشه. ان شاء الله ان شاء الله. وين ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شنو ان شاء الله؟ صار الحين انا ثلاث اشهر نور اثنين جوتشي واحد ديور عندها. يلا تلح ما يفتلي شيء. هذاك مسكين شي يسوي ساكت. ان شاء الله ان شاء الله مسكين. اذا كان يحبها وايد ويكون شوية يعني سوري على الكلمة هذه يعني يكون قبي يروح يسحب قرض وفيزة عشان يجيب لها جنطة ويقعد يدفع. شي العيشة هذه الزوج المفروض شي يسوي؟ انا ما عندي، انت مو تزوجتيني كذي ارضي فيني بكذي، هذا معاشي ما اقدر. يمكن ايمع لك ايبلك شيء يعني.